السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فهذا هو موعدنا من كل أسبوع مع البث المباشر من كتاب الفضائل، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وانتهينا في اللقاء السابق عن فضل الوضوء وإسباغ الوضوء، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. في الآخر نسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. والليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن أو ننقل لكم الأحاديث التي وردت في فضل الأذان. والأذان طبعا هو الإعلان للصلاة أو النداء للصلاة، وألفاظه كما وردت على الصحيح يعني: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا في خطأ عند بعض المؤذنين، يقول لك الله أكبر الله أكبر، لا، هذا ما فيها مد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا في أذان الصبح، في أذان الفجر يعني، بنزيد بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعدها الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وألفاظ الإقامة عند الجمهور، ليس عند الأحناف. الأحناف في الإقامة، حتى لا تستغرب إذا صليت في مسجد في تركيا أو في باكستان أو في الهند، فإن أهالي هذه الدول أغلبهم ممن يتبعون المذهب الحنفي في العبادات وفي الفروع يعني وفي الفقه. فالأذان عندهم الإقامة عندهم كالأذان، فهو لا يقول مثلا احنا طبعا الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عند الأحناف الإقامة كما الأذان، يعني أربع مرات تكبيرات: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طب هذا هو النداء، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، وهو الذي يعني يميزنا. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا أن يعني يختاروا شيئا ليعلموا الناس بدخول وقت الصلاة، فمنهم من قال ننفخ في البوق، ومنهم من قال نضرب الناقوس كالنصارى. ورأى الصحابي هذه الألفاظ في رؤيا منامية، فجاء فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن ينادي الناس بها، لأنه يختار طبعا في المؤذن أن يكون يعني ندي الصوت، ليس يعني جهورا، يعني صوت عالي لكن ندي، لكن جهور مع جهاشة أو ضخامة في الصوت قد يعني يسبب إزعاج في الأذان يعني. فنختار للنداء
يعني حسن الصوت كما نختار لتلاوة القرآن أيضا حسن الصوت. الحديث الواردة في فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والحديث متفق عليه. فطبعا الاقتراع هنا يعني عملية الاستهام هي القرعة، يعني من شدة الثواب أو من عظم الثواب في الأذان وفي الصف الأول، لو الناس تعلم هذا الفضل وهذا الثواب في هذا في النداء والصف الأول ثم تسارعوا عليه ولما وجدوا طريقة ليصلوا إلى الأذان والصف الأول إلا بالاستهام، إلا يعني بالقرعة، لفعلوا ذلك. لكن الناس للأسف يعني يزهدون في الصف الأول في الصلاة، حتى إننا نجد أناسا يأتون إلى المسجد مبكرين ويؤثر أنه يصلي في الخلف ليستند إلى عمود، يستند إلى جدار، إلى حائط، إلى آخره. يعني دخلت مبكرا ووجدت ثغرة في الصف الأول، أدخل فيها. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فأفضل صفوف الرجال وأعظمها ثوابا الصفوف الأول، يعني الصف الأول فالأول، وأفضل صفوف النساء الصفوف الأخرى، يعني ببعدها عن الرجال أيام، يعني أن كان الصلاة يعني يبقى المسجد في الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. لكن الآن الحمد لله مصليات النساء يعني مستقلة. فالشاهد من ذلك أن الناس عندهم زهد في الأذان وفي الصف الأول، ولا ينبغي أن يكون هذا. إذن لو الناس يعلمون ما في الأذان والصف، ما في النداء والصف الأول، ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة، لفعلوا ذلك. لأن غياب الفضل وغياب معرفة الثواب للشيء قد يعني يجعل الإنسان المسلم يزهد فيه. طب ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة. أنا أريدك الآن، الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى، فتحت المساجد، نسأل الله يعني أن يجعلنا دائما من السباقين إلى بيوت الله. وأنتم تعلمون أن كثرة الخطى إلى المساجد يعني يرفع الله بها درجة ويحط عنك بها سيئة. وأنتم تعلمون أن صلاة الفذ كما سيأتي إن شاء الله، صلاة الجماعة تسبق أو تفوق صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فالشاهد من كل ذلك أن لابد من التبكير لصلاة الجماعة، لابد من التبكير لصلاة الجماعة، ولا ينبغي أن نتخلف أبدا عن صلاة الجماعة، خاصة الرجال. النساء ليس في حقهم يعني وجوب صلاة الجماعة، أما الرجال النساء ليس في حقهن الوجوب لصلاة الجماعة، أما الرجال ففي حقهم وجوب صلاة الجماعة، على قول عند أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول أنها يعني سنة يزيد فيها يعني الفضل والأجر، ولكن في تركها يعني ليس هناك إثم، وهذا رأي مرجوح. لماذا؟ لأن ابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا كان يؤتى الرجل يهادى بين رجلين. تعرف يعني يهادى؟ يعني يسند على رجلين ليقام في الصف في صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالمواظبة، أقولها مرة أخرى، المواظبة على ترك صلاة الجماعة مع المقدرة على أدائها في الجماعة، يعني الصلاة الجماعة في جماعة أو صلاة الفرائض في جماعة، لو تخلف عنها الإنسان وكان متعمدا في تخلف فهي علامة من علامات النفاق، فهي علامة من علامات النفاق. وبالذات في صلاة الصبح والعشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة.
إذن ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني العتمة يعني العشاء، والصبح لأتوهما ولو حبوة. تعرف الحب الولد الطفل لما بيكون مراحل المشي عنده يحبو على اليدين والركبتين، يحبو، أو يقال الحب الزحف على المقعدة، على المقعدة. فإذا الشاهد بأنه لا ينبغي أن يكون هناك مسلم صحيح معافى في بدنه ويتخلف عن صلاة الجماعة. للأسف نرى أناسا في بعض المساجد بتكون بجوار الكافتريات وبجوار المقاهي ويسمع الأذان، هو جالس يلعب ضمنه أو يلعب طاولة أو يلعب كوتشينة، أو ما في شيء مهم يمنعه عن الصلاة. والله سبحانه وتعالى قال قل ما عند، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا لا ينبغي أن يتخلف المسلم المعافى في بدنه، المسلم العاقل، لا ينبغي أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وإحنا يعني سيأتي فضل صلاة الجماعة بعد ذلك، لكن هذا يعني نقوله عرضا في شرح هذا الحديث في النداء. إذا لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من الصلاة من عظيم الفضل فلم يجدوا بدا من الاقتراع، يعني عمل القرعة عليه، لأجروا القرعة بينهم على من يؤذن أو من يصلي في الصف الأول دون الثاني. ولو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة لما فيه من المسارعة إلى الطاعة والخيرات، ولأن منتظر الصلاة في صلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في صلاة العشاء والصبح من فضل صلاتهما صلاتها جماعة لأتوها بأي وجه كان ولو حبوا. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما تستمعون إلى اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو لقب الرسول، رسول الله أو نبي الله، لابد أن تصلوا عليه، لأن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وتخيل معي دعوة كما قلت يدعو بها جبريل ويؤمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين، قلت آمين. يعني رغم أنف يعني أصيب بالذل، كناية عن الذل. وتخيل معي أنك لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليك عشرا، فما في مانع أبدا أن كل ما يذكر اسم الرسول كل عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما تسمع اسمه. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه الإمام مسلم. وهنا في بالنسبة لطول العنق فيها كلام يعني كثير عند أهل العلم، هل يعني طول العنق لأنهم يعني يتطاولون في الموقف لرؤية أو لرؤية رحمة الله تبارك وتعالى، أو ينظرون، تعرف ما بتكون أنت في جماعة وعاوز تشوف إيه اللي قدامك اللي بيحصل، بيشرئب عنقك وبترفعه كده ولا حاجة، عاوز تشوف إيه اللي بيحصل مثلا، أو أطول ناس أعناقا لأن الناس يلتجمهم العرق فتطول أعناقهم حتى لا يصلهم العرق، أو أطول الناس أعناقا كعلامة لأن هؤلاء الذين كانوا يدلون الناس على الصلاة أو كانوا يعلمون الناس بالصلاة، فكل هذا وارد في معنى أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا العرب تقول على يعني الرجل السيد في قومه إنه طويل العنق، طويل العنق ليس حتى لو كان عنق قصير أصلا، طويل العنق كناية عن السيادة والشرف. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، رجل يعني بيحب يعني ربي غنم ويكثر عنده
من مال الغنم يعني، ويرعاه ويحب في البادية. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري. يعني هو بيقول له لو كنت أنت في البادية وبترعى الغنم وبعيد عن أماكن مساجد، فجاءت عليك أو جاء وقت الصلاة عليك فأذنت فارفع صوتك. والعلماء يقولون رفع الصوت يعني محبوب في رفع الصوت للمؤذن، خاصة لو كان يعني ندي الصوت كما قلت، ليس كهذه السفيهة التي تصف الأذان بالتقعير، تقول لك بيقعر بيقعر حسبي الله ونعم الوكيل. فالمؤذنون حتى إن بعض العلماء فسر قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هم المؤذنون، لأنه يدعو إلى الله ويدعو الناس إلى أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، عماد الدين. يعني إذا ضيعها الإنسان ضيع كل دينه، فماذا يبقى له بعد هذا؟ وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، كما سنبين فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فيقول له: أذن، فما من شيء يسمع أذانك إلا ويشهد لك يوم القيامة. الجن، الإنس، هذه أشياء تعقل، الشجر، الدواب، هذه أشياء لا تعقل، حتى الجمادات. قد يقول قائل: هل تنفعل الجمادات لذكر الله؟ نقول: نعم والله، نعم والله. أما قال ربنا تبارك وتعالى بعد هلاك قوم فرعون وبعد ميراث بني إسرائيل لممتلكات الفراعنة ثم أورثناها قوما آخرين: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن السماء تبكي، هنا لا تبكي على موت الفجرة، لا تبكي على موت الظلمة، لا تبكي على موت الكافرين، لا تبكي على موت المتكبرين، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. فلما أهلك الهالكين من قوم فرعون وجنوده وهامان إلى آخره، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالسماء تنفعل لله، السماء والأرض تنفعلان لله تبارك وتعالى. ولذلك ورد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن العبد الصالح إذا مات بكاه موضعان، أو بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. موضع في الأرض موضع سجوده لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول لإخواننا في بعض الإخوة يعني يلزم مكانا ثابتا في المسجد، يعني مثلا بيقف أقصى اليمين بجوار الجدار، بجوار الحائط يعني، أو أقصى الشمال. نقول: لا، حاول أن يعني تخلف أماكنك، لأن كل مكان تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة، وكل مكان كنت تسجد فيه إذا مت يبكي عليك. هذا الموضع اللي في الأرض. وماذا عن الموضع الذي في السماء؟ الموضع الذي يتلقى أعماله الصالحة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل منا له معراج معين يتلقى، تعرف فيه أعماله الصالحة ويتتلقاه الملائكة في مكان معين. فهذه الأماكن لما يموت العبد الصالح، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يجعل يعني خاتمتنا حسنة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. فإذا مات العبد المسلم
بكاه موضعان، الموضع في الأرض موضع سجوده، فأي مكان تذكر الله فيه تسجد لله سبحانه وتعالى سيبكيك، وأي مكان في السماء معراج صعود عملك الصالح عندما تقول سبحان الله وبحمده تصعد إلى الله سبحانه وتعالى وتصعد وترتفع، كلم الطيب أي كلام طيب يصعد، وهذا المكان يبكيك لما تموت لأن انقطع عنه الخير. فبما أن الأمر كذلك فكذلك أيضا إذا مات الفاجر لا تبكي عليه السماء ولا تبكي عليه الأرض، بل تفرح الأرض بهلاكه وتفرح السماء بهلاكه، حتى إن بعض الصالحين والعلماء يقول الأرض تناجي بعضها، فتقول قطعة من الأرض لأخرى رحم الله العبد فلان مر علي اليوم وذكر الله علي، والأخرى تقول لعن الله فلانا فقد مر علي فعصى الجبار علي أو عصى الله علي. إذن فالجمادات تنفعل لله تبارك وتعالى انفعالا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما في شيء في السماوات ولا في الأرض إلا تسبح بحمد ربنا تبارك وتعالى، ولكن البشر لا يفقهون هذا التسبيح. وقال ربنا تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير مع داود، كان عندما يقرأ المزامير ويقرأ في الزبور كانت تردد معه الجبال ويسمع صدى صوتها ترديدا لتلاوة داود. فإذا الجمادات تنفع، نعم، فما إذا كنت في البادية وأذنت للصلاة فارفع صوتك، والعلماء قالوا يعني لا يرفعه لدرجة أنه يضر بنفسه لأن الحنجرة لها مدى معين والأحبال الصوتية لها مدى معين، فإذا كرر مرتين ثلاثة فوق طاقة الحنجرة بيحصل البحة ما يستطيع أن يتكلم، فإذا بالدرجة التي لا تضرك ارفع، لأن الصوت هيوصل لفين؟ كل من سمع النداء سيشهد لك، جن، إنس، شجر، حجر، حيوانات تنفعل لله تبارك وتعالى وتشهد للمؤذن. ثم بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة، فاسمع هنا بقى الحديث العجيب ده حتى يعني تكيد الشيطان، الشيطان يعني يهرب من ذكر الله ومن التكبير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، والضراط هو الصوت الذي يخرج مع الريح من الدبر، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل رجع تاني للمسجد، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، ثوب يعني أقيم للصلاة، التثويب هو إقامة الصلاة، وفيها ألفاظ كما قلت لكم ألفاظ الأذان مع مختصر يعني نصفها، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، أول ما تقام الصلاة هو في لحظة الإقامة ولا هرب، انتهى المؤذن من الإقامة يروح جهلنا تاني في الصلاة عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله، فيخطر بينك وبين صلاتك حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، حديث متفق عليه. يعني ما معنى يقول يذكر كذا؟ يعني واحد ناسي حاجة أول ما يدخل في الصلاة يجي له الشيطان يقول لا ده انت حطيتها في المكان الفلاني، هو عايز ياخده من الصلاة يقتطع من صلاته حتى لا يدري ماذا قال الإمام وماذا قرأ الإمام، ما يدري، حتى لو كان يصلي منفردا ما يدري صلى ثلاثة أو أربعة، ليه؟ لأن الشيطان يأتيه عمل كذا عمل كذا، خاصة ما يكون مهموم بقى بقضية معينة وخايف له مثلا يجي له مثلا جزاء من الشغل أو هيسأل عن كذا أو واحد مقدم في شكوى أو مطلوب في قسم شرطة، أو يدخل الصلاة ما هو في الصلاة أبدا، الشيطان يجي له هذا هيعمله معك ايه، طب اكتر حاجة، طب ممكن فلان يشهد عليك، طب ممكن كذا، يطلع من الصلاة ما فقه فيها شيئا،
انظر للشيطان سبحان الله كيف يعني اشياء انت تكون مثلا حاجه حطتها في مكان في البيت ونسيت المكان، واحد تدور عليه. انا اقول لك صلي ركعتين كما نصح ابو حنيفه رجلا، قال يعني وجدت وضعت متاعا في مكان ولا ادري يا امام اين، قال قم صلي ركعتين، توضا وصلي ركعتين. فاول ما دخل في الصلاه تذكر، هو الامام يعني يقصد صلي ركعتين لتستعين بالله بهما ثم تدعو الله ان يجمعك بالشيء الضائع منك. ولكن لما سئل الامام بعد ذلك فتذكر الرجل في الصلاه ما ضاع منه، قال والله لقد علمت ان الشيطان لن يتركك امنا مع ربك في ركعتين، مش هيسيبك، هو عدو وسواس خناس يوسوس لك يريد ان يحول بينك وبين ربك، هذا عداء منذ ان وسوس لابيك ادم ان ياكل من الشجره، فالعداوه بينه فيخطر للعبد ويذكر العبد. انا اتذكر واحنا كنا في الاعداديه، نسال الله ان يغفر لنا جميعا، احيانا في الطلبه ما بيصلوا الا ايام الامتحانات، فاحنا كنا من هذا الصنف، نسال الله ان يعفو عنا ويغفر لنا ويبارك في ابناء المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها. فكنا نصلي بقى ونلتزم بالصلاه وننزل صلاه الفجر جماعه وكل وقت نصلي جماعه في ايام الامتحانات، يعني ما قبل الامتحان كده باسبوع اسبوعين. واتذكر ايامها احنا كنا يعني الحمد لله كان ربنا يعني موفقنا جدا في المواد العلمية خاصة الرياضيات. فأتذكر في تمرين استعصى علي في 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 الرياضيات في الهندسة، كان عندنا مادة اسمها التكافؤ أو باب اسمه التكافؤ، نظريات التكافؤ. فالمهم حتى أجيبه شمال أجيبه يمين مش راضي يجي، سبحان الله قمت صليت ركعتين، قلت ما صلي ركعتين كده يمكن ربنا يفتح عليا في التمرين ده. فقمت صلى ركعتين سبحان الله، والله يا اخواننا كما اقول لكم التمرين اترسم امامي والعمل كذا والمعطيات كذا ونعمل كذا والبرهان كذا وكذا، حليت وانا في الصلاه خرجت من الصلاه. طب انا عملت ايه في الصلاه؟ ما عملت شيء. اين ذكر الله؟ اين قراءه الفاتحه بتدبر؟ اين قراءه؟ فاذا الشيطان لن يتركك مع ربك لتخلو مع ربك بامان. طب ماذا نفعل اذا جاءت خطرات الشيطان هذه؟ نستعذ بالله في نفسك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، تسمع بها نفسك وتتفل عن يسارك بحيث لا يشعر اللي جنبك، لا يقول لك انت بتبصق علي، انت بتف علي مثلا. فاذا يعني كونوا حذرين دائما من خطرات الشيطان ونكتفي بهذا القدر. نسال الله تبارك وتعالى ان يصرف عنا كيد الشيطان وان يبعد عنا نزغ الشيطان. ولا تنسوا إخوة الأحبة مشاركة الفيديو والإعجاب بالصفحة ليصل الخير إلى الناس. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وتذكروا أن الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.